اليوم عندنا مهنة حرفية من أبد التاريخ وهي موجودة، تطورت على مر الزمان، واليوم صار منها ناخذ أثاثنا، منها ناخذ ديكوراتنا، وكثير من التفاصيل اللي موجودة في حياتنا. من الأصوات أعتقد واضحة اليوم حلقتنا عن النجارة، ويبقى السؤال: هل السعودي يقدر؟ قلناها مهنة من عبق التاريخ موجودة، يعني أكيد الكل يقدر يمتهنها، واليوم هالصنعة داخلة في كل تفاصيل حياتنا بشكل مباشر، ومنتجاتها منتشرة حولنا في كل مكان. هالشي يعطيك انطباع عن كمية الفلوس اللي تيجي من وراء هالصنعة. ومثل ما تعودتوا، حنا هنا ما نعتمد إلا لغة الحقائق والوقائع والأرقام، وأجرينا مسح سريع للسوق داخل مدينة الرياض ورجعنا لكم بالتالي. رأس المال اللي تحتاجه لتأسيس ورشة نجارة متكاملة بأدواتها ومكاينها وموادها، بالإضافة إلى إيجار موقعها، ترى ما يكلفك أكثر من 50,000 ريال، ومعدل الربحية فيها يا جماعة يوصل لضعفي قيمة التكلفة، يعني 200%. مهنة النجارة من المشاريع اللي صعب جدا تخسر إلا لو كان الشخص اللي ماسكها مو ملتزم أو غير مهتم. رحلتنا بدت للبحث عن مدربنا الوطني في هالمجال، ووصلنا لحسين شرار البو حسن، حساوي أربعيني ويحمل شهادة في النجارة العامة من مركز التدريب المهني، وشغفه بالنجارة ما جاء وليد الصدفة، بل البدايات هي كانت أساس كل شيء. الفكرة بدت عندي وأنا طفل صغير، بديت أشتغل مع أبوي رحمة الله عليه وأنا طفل صغير، مثل ما قلت لك وأنا طفل صغير ابتديت أشتغل مع أبوي، فأشتغل شغلات بسيطة، أقص خشبي، أطق مسمار بالشاكوش، ولا الناس بدأت تخلص من الشاكوش، أمسك الفارة، أمسك المنشار اليدوي، أمسك الزاوية، أشيل صندوق العدة، أروح أجي. أول ما بديت والفضل لله سبحانه وتعالى ثم لأمي وزوجتي، ثم لأمي وزوجتي، ما أنسى فضل الحرمة معي يعني وقوفه معي ما أنسى. ابتديت بعدة بسيطة، يعني مقدارها يمكن 5، ما تتجاوز 6,000 ريال في بيتي. تطور العمل، فصار له مردود مادي. بعد 3 سنوات فتحت ورشة كلفتني 70,000 ريال، مكينها والأجار ورسومها وتمديدات للدفاع المدني، غير دراسة الجدوى. طبعاً دراسة الجدوى شيء ثاني. اتجهت لناس ما قصروا، وقفوا معي، أعطوني المبلغ وفتحت، والآن قلصت من المديونية، قلصت مديونية الورشة 80% في خلال سنة واحدة، 80% من المديونية. رحلة 3 سنوات كانت كافية لحسين أنه ينشئ ورشته الخاصة بقيمة 70,000 ريال، يعني المهنة فيها رزق طيب. سألناه لأي درجة انعكست عليك المهنة على الصعيد المادي؟ تزوجت من مهنتي، فتحت بيت من مهنتي، وبملك بيت من مهنتي، بملك بيت في أرقى الأحياء من مهنتي. دخلها المادي ترى مو بسيط، دخلها المادة، أي مهنة في موجودة في السوق لا حد يحتقر دخلها المادي، ترى دخلها المادي مو بسيط. انتو شفتوا الثقة اللي فيها حسين وهو يأكد ان الدخل المادي من ورش النجارة مو بسيط؟ تلمس منه رجل فخور بمهنته ومرتاح للدخل المادي اللي يجي من وراها. لكن قصتنا ما راح تكمل إلا بوجود المتدرب الأنسب لهالشغلة، وخلال بحثنا حرصنا أنه يكون أحد خريجي معاهد النجارة حتى يستفيد من صقل إضافي لمهاراته ويكسب فرصة الاطلاع عن قرب على طبيعة البزنس. ورحلتنا خذتنا لمحافظة الرسب القصيم حتى نوصل لمتدربنا يوسف الوسيدي، شاب 20 تخرج حديثا بشهادة دبلوم نجارة وديكور من الرس. وبداية لقائنا فيه سألناه: ليش يا يوسف قررت تتخصص نجارة؟ بالنسبة لانضمام المعهد، يعني الحكومة فتحت شغلة حلوة اللي هو تعالوا تدربوا بالمعاهد الصناعية وتصيرون تبع شركة تاخذ راتب 3,000 بدل 800 من نفس الشركة،
ومنتهي بالتوظيف. إذا تخرجت ممكن تنضم للشركة، ممكن تاخذ شهادتك وتروح تفتح ريالي أو تروح أي مكان ثاني براحتك. فيوم جت الشغلة هذه قلت أدخل أجرب. المهم جيت، لما جيت أسجل ما كنت أعرف أصلا نجارة إيش. أنا أعرف إنه خشب ودولاب، غيره ما أعرف بالأساس. كنت أصلا جاية بكهرب، أبغى ميكانيكا، أي حاجة. قلت بجرب بدخل. جيت دخلت، يعني أول شهر كنت كذا مستغرب من الشيء جديد عليه، زي المولود جديد ما يعرف شيء، فشيء جديد، الحياة جديدة، الشغل جديد، ميداني يعني. فبعد كذا بديت أستمتع بالشغل. يوم بديت أعرف، ما كنت أعرف كل شيء، بس إني عشت مع الخشب. بديت أستمتع يعني بهالشغل، بديت أعيش بالعمل، بديت أشوف تغيرت أفكاري، تغيرت كل شيء عندي، تغير عن النجارة. يوسف عشق التخصص، بل صار جزء من حياته. لكن كيف كانت ردة فعل أهله وناسه بعد ما تخصص في مثل هالمهن؟ بالبداية شجعني الوالدة. تعرفي الوالدة من التفكير الأولين، يعني اللي الشغلة اللي ما يأكل بيده وما يشبع، عارف؟ فشجعتني والدة على كذا، شوي شوي شجعوني إخواني يعني، وأنا شوي شوي يعني مشيت. وكانت الناس متعاونة معي. يوسف كان مبسوط بتعاون ودعم الناس اللي حوله له، وحنا بدورنا حبينا نكون جزء من الداعمين في رحلة نجاحه، ورتبنا له موعد مع مدربنا حسين بالرياض حتى يخوض تجربة كاملة في صناعة أثاث خشبي. حسين استقبلنا بكل حب وترحيب، والجماعة جاهزين ينطلقوا في تجربتهم. تتوقعون يوسف اللي تعنى وجانا من الرس للرياض راح يقدر ينجح؟ طيب انتوا يلي طقطقتوا في شغل النجارة، ورونا ابداعاتكم ومهاراتكم على هاشتاغ نقدر، لان بعد الفاصل بداية التجربة العملية. قبل الفاصل ربطنا يوسف بمدربنا حسين، والشغل انطلق على قدم وساق بشكل مباشر لصناعة سرير أطفال هزاز. وقت التصوير يوسف ما قد صنع مثل هالمنتج أبدا، وكان قرار مثالي أنه يخوض تجربة شيء جديد كليا عليه. البداية طبعا بأخذ القياسات والتخطيط على الخشب. الحين هذا ليش؟ هذا بنخط طريق الجلد. إيه، عشان التقويسة يعني. إيه عشان التقويسة. تخطيط قبل كل شيء يعني. إيه الخطة قبل العمل حبيبي. الفكرة وش هي أصلا كله؟ الفكرة سرير أطفال. أيوه. قصة قوس. تقويس. إيه تقويس حبيبي. الحين تمسك لي، تعال منه. يلا. ها. خلي يدك هنا. طبعاً الميزان مهم بال. إيه الميزان مهم حبيبي في النجارة. خلال تنفيذ العمل يوسف بدأ يدخل المود، وحب يعرف أكثر عن قصة حسين حتى يستفيد من تجربته، والأسئلة انهمرت واحد تلو الثاني. طيب الحين كم لك شغال في السوق وشغل السوق؟ أنا شغال في النجارة لي 25 سنة. ما شاء الله. السوق بعد وفاة أبويا دخلت أنا السوق. ما شاء الله. بعد وفاة أبويا الله يرحمه. خريج معاهد ولا؟ خريج مركز تدريب مهني، لا في الأساس خريج أبوي الله يرحمه. ما شاء الله. مسك لي يعني من الطفولة يعني. أيوة خريج أبوي الله يغفر له. ورثها عن الوالد. أي ورثها عن أبوي الله يغفر له ويرحمه. إيه أيوة. ما علمني إلا النجارة. طيب. عشان تقصص أصابيعي. مثل ما قصصت أصابيعي. لا لا. بس حبيتها يعني ومشيت معها ولا؟ حبيت ومشيت. ولا خلاص ورثتها خلاص. لا حبيت ومشيت وياها. طيب هذه شغلتك الأساسية، ما عندك أي وظيفة ثانية؟ شغلتي الأساسية. هذا دخلك الأساسي؟ هذا دخلي الأساسي. يا سلام. زوجتك، عيشتك؟ تزوجت وعشت وصرت رجال. أغنتك يعني؟ إي صرت رجال بالنجاح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني فتحت لك بيت. تفتح بيت وتفتح بيوت وعماير بعد تب. ما شاء الله. تعرف عاد حنا تونا ناويين ندخل. لا 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 ما عليك، أنت كويس مبين عليك انك كويس. لا بس نبغى نتطمن يعني. لا لا تطمن، تأمن مستقبل يعني. حط بطنك بطيخ صيفي. الجماعة انتهوا من جولة التخطيط على الخشب، وراح يبدؤون الآن في مرحلة القص. وحسين كان دايم يقول خلف الكاميرا، خذ قياساتك 1000 مرة لأن القص مرة. طبعا المقاسات والشغل هذا كلها أيوة مهم جدا.
حنا اشتغلوا علينا بالمعهد على كذا يعني على انا الحين بقص لك ذي وبخليك تقص الثانية انت بنفسك تمام في واحدة ثانية لازم تنقص مو في تقص هذا انت بنفسك الله يعينك ابد ابشر ولا يهمك ولا يهمك بقص لك ذي الحين رسمت لك ذي وبقصها لك منه وانت قص لي اللي هنا وتكملها خلاص ان شاء الله حسين بدأ بالقص الأولي حتى يكشف اليوسف الطريقة الأنسب لقص الأرجل الخاصة بسرير الهزاز وهالشي حسب خبرة 25 سنة اللي جمعها بهالمجال ومن بعدها يوسف كمل الطريق وبدأ يستلم شغل القص طبعا ما واجهتها أي مشكلة في هالمرحلة لأن واضح أن المعهد صقله بالشكل المناسب وراح يبدأ الآن في قص الرجل الثانية للسرير طبعا هذه الأرجل اللي تحت ايه هذا الارجل هذا اللي ماسك السرير تحت عشان الطفل يحطونه هنا سبحان الله ولا هذا ولا يعيط هدي هدي باله مثل ما يقول اخوانا حيعيط او مثل ما تقول امي لي انا اول يوم انا صغير نام نام في الغزاف البريه طيب يوسف اتم عمليه قص الرجل الثانيه والحين جاء وقت الصنفره حتى تتساوى الاجزاء الخاصه بالرجلين وتلغى التعرجات اللي فيها شغل الصنفرة لمثل هالمنتجات يتطلب تدبيس الرجلين في بعض علشان تتم صنفرتهم في نفس الوقت وتتساوى الأجزاء كاملة والتعرجات تروح وخلال الشغل حسين بدأ يتكلم عن مزايا بزنس التجارة ليوسف طيب لو أبغى أنا أبدأ بزاوية بالبيت تقدر بالحوش تقدر بالمكينة اللي قلت لك الصينية تقدر تبتدي بها في الحوش أقدر اي تقدر تبتدي واخذ مساحه ولا تاخذ شغل مساحة. تاخذ لا لا اقصد من البيت من الحوش ومن اي تاخذ حبيبي دقيقه يعني ضروريه تاخذ طيب. حبيبي مساحه وتقدر تشتغل فيها وانا اروع منها في البيت انا اعرف لك نص طيب. اقدر اسوي اي شيء ولا اشياء محدده لا الا انت تبي تقدر تسوي حبيبي يعني لو ابغى دولاب اقدر اسوي دولاب تقدر في البسيطه وبالبيت اي في البيت تقدر سرير اي شيء ابغاه سرير اي شيء تبغاه تقدر تسوي حبيبي يمكن يعني اللي عوق معي يعني اتوقع شو اللي عوق معك التسريحات الارجل هذه الارجل ما الارجل ذي موجوده في السوق شلون موجوده في السوق اشتري نفسها يعني جاهزه إيه اذا بغيت تشتريها جاهزه تقدر تشتريها جاهزه حبيبي اها وقيمتها غالية يعني لا لا قيمتها مو غالية يعني. المعلومة الهامة هالنشاط تقدر تبدأ فيه من بيتك بكل يسر وسهولة يعني من دون تكاليف ومن دون أدوات كبيرة ترى راس مالك إيديك وعدة بسيطة والمواد منتشرة ومتوفرة وبأسعار مناسبة وبخصوص تجربتنا وصلنا الحين لمرحلة قص جسم السرير الهزاز الخاص بالأطفال بعدي على منشارة يدك بعيد عن المنشار حبيب قلبي اهم شيء يدك ما عليك خلينا نروح نتجرب شوف ونجي العملية تمت بنجاح ويسر وسهولة والحين جاء وقت مرحلة تدبيس البطانة في القاعدة بسم الله شوف حبيبي الحين بنطبق البلاكاش اللي فوق حق سطح السرير طيب تمام بعدين بنطبق اللي تحت إيه بالدباسة حبيبي عرفت حبيبي قلبي فتخلي لي هناك بس سيدة انت جيب المسدس الحين جيب المسدس كم سعر في السوق؟ يعني 350 400 ما يزيد على 400 كم؟ ما عليك من تكلفته كم مكلف؟ ما تفصح للزبون كم مكلف؟ يكلفك يعني 150 ريال مع دهان اغراضه مع دهان إيه؟ طبعا لا تروح لاي دهان اي كلام لا انا ادهنه واو انت تتكلم عن مربح 300% يعني هذا شغل ما راح ياخذ منك كم ساعة وتاخذ منه هالمربح ترى في مثل هالمهن الدقة مهمة جدا عشان يطلع معاك منتج متكامل خالي من الشوائب
وفي نفس الوقت تحصل عليه رزقة أعلى. أنا أقول نخليهم يركزون يكملون شغلهم بكامل التركيز، وأنتم بدوركم شاركونا تجاربكم في النجارة على هاشتاغ نقدر، لأن بعد الفاصل بنشوف وش طلع معهم. ما شاء الله عليك، قصصت الأقواس، حطيت مقاساته، قصصتها، ابتديت من الفكرة من الألف إلى الياء. أنت قبل الفاصل حسين ويوسف شغالين على إكمال الجزء الأساسي من سرير الأطفال الهزاز، تفاصيل كثيرة اشتغلوا عليها بكامل دقة وتركيز، وصلنا الآن للمرحلة الأخيرة من شغل الخشب. باقي هذا سرير الطفل حبيبي، الحين أنت أنجزته، باقي تغطي تحت، تأخذ المقاس تحت وتركب البلاكاشة تحت. طيب حبيبي، فيما بعد تودي للدهان يحط له يصنفر هنا، يصنفر كلنا، يحط له معجون كله معجن، ثم يدهنه يرجع صنفره ويدهن لك بويه. سرير الأطفال الهزاز لا يمكن يكتمل بدون ما يشمل حواجز تحمي الطفل من السقوط، والجماعة بدأوا يأخذون شغل القياسات وقصقصة الخشب لين يوصلون لمرحلة التركيب. أرجع أقول لكم، صحيح أن هالمهنة تفاصيلها كثيرة، وصحيح أنك ممكن تواجه صعوبات في البدايات، لكن ترى مع الممارسة البسيطة والشغف أبواب الرزق من هالمهنة واسعة. أول شيء الله يعطيك العافية، الله يعافيك، بيض الله وجهك، ما قصرت، وتسلم يدياتك، هذا قبل كل شيء. ما شاء الله عليك، قصصت الأقواس، حطيت مقاساته، قصصتها، ابتديت من الفكرة من الألف إلى الياء. أنت ابتديت كله بفضل الله، بالمقاسات ما يحتاج، الفضل لله سبحانه وتعالى، المالي فضل سبحانه. حطيت المقاسات، رسمت الزوايا، الأقواس، جمعتهم، قصصت العوارض وجمعت، فيما بعد قصيت البلاكاش وركبته. صحيح، ركبت. فيما بعد حطيت العوارض، الآن باقي يبيله صنفرة ومعجن عشان تسوي الزوائد اللي فيه، لازم معجون، صنفرة، فيما بعد يضاف له معجون ويصنفر مرة ثانية، فيما بعد يعطى الأساس وتعطيه اللون اللي اختاره الزبون. شنو اللون اللي اختاره الزبون؟ ذهبي، أبيض، فضي، أوف وايت، عاد اللون اللي اختاره الزبون، اللي اختار الزبون هو اللي يحدد لون السرير. تجربة مليانة تفاصيل انتهت في أن يوسف قدر ينتج أول سرير أطفال هزاز في مسيرته الجديدة، وترى هالمنتج مبتكر، يعني ألفوه خلال وجودهم على الموقع ولا اعتمدوا على صور أو قياسات محددة. مع ذلك السعادة كانت باينة جدا عليه، وحبينا نعطيه فرصة يعبر عن إحساسه بعد ما انتهى من هالتجربة. التجربة حلوة، كان براسي فكرة وما قصر بعديلة خلاني أطبقها. الفكرة مو بفكرة سرير الحالة، ممكن تجي بكرة كرسي هزاز، ممكن تدويرها، هذه فكرة براسي يعني من قبل، فتطبيقها اليوم سهل علي إن شاء الله، يعني أبدأ أمارسها على طول بحيث أني أطبق كل الأفكار اللي عندي. خلاص أنا قررت أن النجارة خلاص هذه حياتي بتصير إن شاء الله. مشيت درست وتعبت عليها واشتغلت كثير، وحاولت أتدرب هنا وحاولت أعمل هنا وحاولت أدور أفكار، حاولت، صار اليوتيوب كله عندي نجارة، الجوجل كله عندي صور خشب وبيبان وكراسي، فخلاص أنا تقريبا حياتي صارت خشب. يبدو أن يوسف أخذ قراره المفصلي في أنه يوجه حياته كلها نحو مهنة النجارة، والشغف دايم هو أساس مهم تستند عليه في حياتك وعملك، لأن الدافع اللي راح يسندك تكمل طريقك وتتحمل المصاعب. سألناه عن رأيه في المدرب حسين ودعمه له. ممتاز جدا أبو عبديلة، كسعودي، كتعامل مع سعودي، ما واحد يعني فاهم، مع واحد مارس جرب، خاصة النجارة معك كل يوم تمارس فيه يفرق عن اليوم الثاني، كل يعني لما أنا أطبق 20 سنة وأنت واحد ثاني 20 سنة ويوم، يفرق اليوم هذا. والله فخورين فيك يا يوسف، مسألة أنك تعنيت ومسكت خط من الرس لين الرياض حتى تتعلم وتكتسب مهارات إضافية، ترى هذا شيء عظيم. وفخورين أيضا بمدربنا حسين اللي ما بخل علينا لا بمعلومة ولا بخبرة بهالمجال الكبير والواسع، وحب أنه يختم مشاركته بنصيحة لكل من يشوف. أوجه نصيحة للشباب السعودي وبالخصوص أرباب الحرف
السوق السعودي سوق واعد وفي خير كثير ولله الحمد، سواء نجار، سباك، كهربائي، حداد، لحام، ألمنيوم، جميع المهن اللي في هذه المهنة تراها فيها خير كثير، والسوق السعودي سوق واعد وأنا أعتبره تو ناشئ. فأنصح الجميع وأنصح نفسي أولا اللي في هذه المهنة يعود لمهنته، عودوا لمهنتكم في ظل رؤية سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه. إذن يا جماعة السعودي طلع يقدر. ولما نتكلم عن أبو عبد الإله، ترى رجل خاض المهنة هذه من سنوات طويلة جدا، واجه صعوبات، واجه تحديات، واجه ديون، لكن اليوم بسم الله ما شاء الله ورشة كاملة متكاملة أسسها وهو اللي يديرها ومصدر رزقه الرئيسي. ولما نتكلم عن يوسف، مثال لأي شاب سعودي فينا، رجل حدد توجه حياته في نجارة واشتغل وصنع واجتهد، واليوم جاء تعلم شيء جديد وأثبت إنه يقدر يسويه، ولسه المشوار طويل جدا قدامه وراح يحقق النجاح أكيد بإذن الله. أما لما تيجي تسألني تقول لي أنا متحمس كيف أقدر أسوي، يا جماعة اليوم في تسهيلات حكومية مرعبة تعينك حتى توقف على رجليك وتحقق أحلامك. خلينا نبدأ معاكم بالتدريب. عندكم حبايبنا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجماعة يقدمون لك دبلوم في النجارة مدة سنتين، وما راح تتخرج منه إلا وأنت تملك كل الأساسيات اللي راح تحتاجها حتى تنطلق في عملك لوحدك. ومراكزهم منتشرة في كل مناطق المملكة العربية السعودية، بل حتى تقدر تنطلق من بيتك مثل ما ذكر حسين. عندك برنامج بارع التابع لوزارة السياحة، هالبرنامج هدفه أنه ييسر لك التمويل لكل من يشتغل مهن حرفية، وأيضا يشجعون الاستثمار في الحرف اليدوية حتى تنتجون أعمال تمثل ثقافتنا. وعندك حبايبنا على مر هالموسم بنك التنمية الاجتماعية، يقولون لك تعال بس وقدم أوراقك وخلنا نشوف صملتك وابشر ب 300 ألف ريال تمويل وأقساط ميسرة. وترى حتى القطاع الخاص ما نساك، عندك على سبيل المثال وليس الحصر باب رزق جميل، برنامج متخصص في تقديم التمويل لمشروعك الصغير، وفوق كذا يعطونك برنامج سداد ميسر. ها باقي عندك عذر يا الذيب؟ وبالنهاية مثل ما نقول، ما هو عيب أبداً أنك تشتغل، العيب أنك تمد يدك. أنا يوسف الحربي نجحت في تجربة نجارة وقدرت وأنت تقدر.